جد أنا ضايعة. قولي لي شو أعمل؟ ما عم بعرف شو بدي أعمل، قلبي بيقول لي شيء وعقلي بيقول لي شيء. لأنك جبانه. خلص إمهار. نحن شو رح نعمل؟ شو رح يصير فيي وفيك؟ الأسبوع الجاي بجيب شيخ بنكتب كتابنا وبنتجوز. بعمرك ما حتاخذي الطلاق. 5:30. بتشكي بحبي لإلك بدل ما توقف حدي وتتفهمني. الحب اللي ما بيقدر يحارب الدنيا ما اسمه حب. طيلة شهر رمضان الكريم 10:30 المساء على الـ MTV.